أول ما سمعت عن مسابقة البيانات المفتوحة دخلت إلى موقع amanu.com وحصلت بيانات مختلفة من جهات حكومية مختلفة، وأخذت البيانات اللي هي تخص القوى العاملة وكذلك مركز الإحصاء الوطني، لأني بغيت أبني لوحة تحكم خاصة في مركز التشغيل الوطني اللي هي راح تفيد متخذي القرارات على أساس أن يقارنوا بين المهن المتوفرة للعمانيين والغير العمانيين وكذلك الجنس الذكور والأنثى.